يعني لا لا لا. بص، النادي الاهلي لا يرضى الا بالمركز الاول. هي مشكلتنا الاساسيه اللي احنا اتربينا وكبرنا ان احنا النادي الاهلي احنا رقم واحد. صحيح. مش عشان احنا رقم واحد، خلي بالك، مش عشان احنا فرديين صدرنا، لا، عشان التاريخ قال كده، عشان اللعيبه الكبار بتوعنا قالوا كده، عشان بطولات النادي قالت كده، عشان كل التاريخ الكبير اللي في السنين اللي فاتت دي كلها هو اللي قال كده. مش السنه دي احنا رقم واحد بالعافيه او رقم واحد لازم نعمله دلوقتي. لا 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 خالص، هي مش عافيه. التخطيط الجيد هو اللي بيدي البطولات. فطبعا انت قلت لي لازم هنوازن بين ازاي نعمل مدخلات. صحيح. وازاي نعمل بطولات. لازم الاثنين يتوازنوا. لان مدخلات من غير بطولات هيبقى مشكله، بطولات من غير مدخلات هتبقى برضه مشكله. فلازم الاثنين يمشوا بارلل مع بعض، نقدر نوازن بينهم عشان نقدر نوصل لبر الامان زي ما بيقولوا، ونفضل محافظين على ال 14 لعبه بتوع النادي. مفيش نادي في العالم 14 لعبه حقيقي بصراحه. يعني خلينا بس نتكلم بزعل بس. انا انا اتكلمت في الكلام ده خلال من شهرين ثلاثه كده، ولقيت بعض الاسلام، قلت لهم طبعا لازم نبدا اول، ولكن طيب وبعدين هجيب منين؟ ما هو انا لازم هيجي عليا وقت، مش دلوقتي، ممكن مش السنه الجايه، ممكن مش السنه اللي بعدها، لكن انا هيجي عليا وقت يعني بيخش لي 10 جنيه صح، يعني هتتصرف في جزء معين، وانا عندي انا عارف بقى، انا عارف ارقام اعضاء جمعيه العمومات اليوم عارفين كلهم طبعا، كل الناس عارفه ارقام صيانات اللي بتتعمل على مقرات النادي كبيرة الاهلي جدا. الانشاءات الجديده اللي بتتعمل على مقرات النادي الاهلي المختلفه، ما شاء الله 4 فروع النهارده الخامس، النهارده الخامس اهو، بسم الله، النهارده يوم تاريخي الحقيقه في كل شيء. وبالتالي هنجيب منين ده كله؟ لازم يكون هناك مانجمنت في الصرف زي ما حضرتك قلت. مظبوط. مهم جدا جدا جدا، مهم ان احنا او اداره في الصرف يعني نعمل مدخلات اساسيه للنشاط الرياضي من حاجات كتيره، من اعارات لعيبه، ايوه، من تسويق، من ابلكيشنز لسه طالع في المستقبل للناس تقدر تشوف عليه. اي العالم كله دلوقتي بيدور على الابلكيشنز، بيدور على الاب، وبيدور على القصه دي كلها. ازاي نعمل بلاتفورم للعيبه بتاعتنا ونسوقها على البلاتفورم دي؟ النهارده الهاندبول، هنتكلم عن الهاندبول مش عشان انا بتاع الهاندبول، هنتكلم عن الهاندبول بصفه خاصه يعني. لعيبه الهاندبول النهارده مطلوبه في العالم، فازاي يخش يجيبه من الانترنت بتاعه النادي او الابلكيشن بتاع النادي ويتفرج عليه ويتابعه لايف؟ حقه، هيجيب فلوس. لعيبه الباسكت الكبار اللي عندنا، لعيبه الفولي، ما انا عارف الناس زعلانه من الفولي، لكن هنتكلم في الفولي، هنتكلم في الفولي، هتكلم بقلب مش عارف جدا. بس احنا خدنا برضو ماشي، لما نيجي بس وقتها، ما نيجي وقتها هيجي وقت الفولي ولا نتكلم في الفولي؟ لا زي ما انت عايز، الفولي خلاص كله في وقت، معلش. اللي عايز اقوله، اللي عندنا نجوم في كل الالعاب، والدليل ان لما اعلان البنك اللي هو راعي النادي جاب الالعاب الاخرى. صحيح. اختار، واختار نجوم، واعتقد ان الاعلان ده علق مع ناس كتيره حقيقي، علق. والدليل بص، انا بيجي لي الفيدباك وانا ماشي طبعا، لما تمشي وتلاقي الناس في النادي الاهلي، احنا عاملين زي موك اب كبير كده، هم عاملين البنك عامل موك اب كبير جوه قدام الصاله، قدام الصالات. فلما تلاقي ناس بتصور معاه وتصور مع لعيبه الالعاب، بص طبعا علي معلول موجود وموجود لعيبه كبار، لكن في الاخر بيروحوا يتصوروا مع عمر طارق باسكت، ايهاب امين، تصور مع عبد الله عبد السلام، بيتصور مع المصري. في الاخر الناس عارفه الالعاب، عارفه القيمه بتاعتها. هي دي الحاجه المهمه.